انطلقت أمس الجمعة 29 يناير 2021 عملية التلقيح بدار الشباب بوهديلة وعدد من المراكز الأخرى التابعة للملحقات الإدارية والدوائر بإقليم بركان، والتي تشرف عليها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. وفي هذا الصدد أرست عمالة إقليم بركان بروتوكولا تنظيميا وصحيا يضمن نجاح هذه العملية. بدأ بتنزيل التدابير الوقائية، التباعد الجسدي والتعقيم وارتداء الكمامات، ثم الجانب التقني تسهر عليه لجنة مختلطة من أطباء بوزارة الصحة والأمن الوطني والقوات المساعدة، والمتعلق بالتثبت من أسماء المستفيدين الواردة في اللوائح الإسمية. نتربي ذي سبب ربي ذي يعرفو خلايب هاد الناس اني غنت عندها وقت قنت تلقيح الله يجعل سيدي ربي ذي وفق الخير هذا ما نطلبو عند ربي ايوا مين تلقيح الملك يعرفو خنغ ايش انا راح ان شاء الله هنجن فيها من عند ربي هذا ما نطلبو عند ربي يحيى الملك يحيى الملك يحيى الملك. وهمت عملية الاستفادة من الجرعة الأولى العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لوباء كوفيد-19 لفائدة الأطر الصحية ونساء ورجال الأمن الوطني والقوات المساعدة والأشخاص الذين يفوق سنهم 75 سنة. هاد الساعة ما حسينا بتحت مضرة يا الحمد لله. درتي تلقيح؟ واه كي درت لا تلقيح درت ليبرا درتي ليبرا واه كي درت الامر مزيانه مزيان الله يجيب الشفاء ان شاء الله حنا وياك والمسلمين كاملين الله يشافينا ويشافيكم امين يا ربي الله يخرج سيرفيسكم بعدا خير امين يا ربي بارك الله فيكم هاد الشباب امين يا الله ينصر الملك والحكومه ديالو الله يبعد علينا المصايب نتاع السماء نتاع الارض امين يا ربي الله يعفو عن الشباب ديالنا اخر الكلام هو تهضروا في الوالدين. في هذا الصدد عبرت مجموعة من المواطنين خلال حديثهم مع ميكرو دي ام انفو 24 عن فخرهم بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 مشيدة بالمبادرات التي يقوم بها الملك محمد السادس في سبيل شعبه. يذكر أنه تطبيقا للتعليمات الملكية السامية
فإن حملة التلقيح مجانية بالنسبة لعموم المواطنين في أفق تحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي 30 مليون، على أن يتم تلقيح حوالي 80% من السكان وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء واحتواء تفشي الفيروس في أفق عودة تدريجية لحياة عادية. كان معكم في التعليق والتصوير مصطفى الدوزي، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.